معانا دكتور حسين المطعاني المحامي بالنقد، اهلا بحضرتك معانا في مصر جديده. ايه اللي حصل النهارده؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. واللي حصل لسيادتك طبعا احنا فوجئنا لما لقينا كمان ان عمرو دياب قام بعمل محضر ضد الشاب بيتهموا بيه بالتعرش الجسدي. نعم. يعني انسان بيتعرش بانسان، هو قال حسب ما سمعنا يعني انه فعص في جسمه. فعص في جسمه، تعرش جسدي. انا بتحرش في الجسد وماسك معايا تليفون بايديا كده سيلفي وبتحرش. المهم كان من الاستاذ الدوش الشاكر هو نقيب محامين الاقصر، تمام، وقعد مع مجموعه من المحامين وكلفوني، قالوا قلت لهم حاضر، وانا طبعا من ابن اسنا وخادم الاهل اسنا، ففورا فزعنا جميعا فزعه ان احنا مش والمصر كلها احنا عايزين نتكلم على ان المحامي والصحفي والاعلامي والفنان واي حد كل ما بيعلى ويرقى المفروض يبقى مستواه ارقى، تمام. يعني النهارده حتى لو الشاب مش معزوم معي سيادتك، هل الشاب اللي مش معزوم ده زي ما بيقولوا انه يضرب بالقلم؟ يضرب بالقلم. النهارده انا المفروض انقى واعلى بنفسي، وفوق من كده ضلوه لما قالوا له روح اعمل محضر. يعني انت كمان يعني ضربني بك؟ لا، بس احنا يعني سبقناه. يعني سيادتك انا عملت بلاغ للنائب العام فور وقوع الحادثه، والبلاغ مقيد عند النائب العام يعني قبل المحضر اللي عمله هو. يعني سعد تواصل معاك هو والده؟ والده اللي تواصل. انا سعد حتى الان رنيت عليه في اكتر من، مش عايز ارد. انا عايز اقول لك حاجه، هو حاله نفسيه وحشه مش كده؟ بيقول لك 46 ساعه ما كلش. الموضوع على فكره الموضوع هو حاسس بايه؟ والده قال لك هو سعد حاسس بايه؟ قال لي حاسس ان هو قله ودوء والناس بتتكلم عنه يعني متخزينه. لا صراحه طب مواطن يعني النهارده حتى كنت بتجمع وحد بيقول لي اشمعنى راح؟ قلت له يعني سيادتك يعني انا لو انا موجود نزيل في الفندق ده مش هدخل الفرح؟ لا هو يعني لو حد مش معزوم المفروض ما يدخلش، بس ده برضه ما يبررش اللي حصل، بس هو يعني المفروض لو يعني مش انا بقول معزوم ما يدخلش. حضرنا يعني انا، طب انا ما كنتش سيادتك، وفجاه لقيت نفسي ان حد بيقول لي هذا في فرح كنت في الكويت، ها، ولقينا الناس كل ترحاب. فالموضوع يعني احنا الافراح والحاجات اللي زي دي بتبقى فيها الدنيا كلها متواجده، طالما دخل الفندق خلاص، طالما هو متواجد في الفندق خلاص. يعني انا مختلفه مع ده، بس مختلفه معايا، بس أوكي. مش موافقه على الضرب، ولكن ولكن طيب. انا مختلفه، لو حته طيب انا مش معزومه فيها انا مش هروح، مش هفرض نفسي. مختلفه معايا سعادتك، انت قلتي دلوقتي بالنسبه للضرب، هل ينفع؟ لا الضرب طب. لا 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 ما ينفعش طبعا. واحنا طبعا قلنا حاجتين، ان طبعا كيفنا القضيه بالنسبه للضرب عشان هو فنان وسيطره وحصل منه قبل كده حوالي مرتين او ثلاثه، والكلام طبعا انتم عارفينه، فكيفنا ان دي كلمه بلطجه وتنمر. لو بيتنمر لان هو لما اداله بالقلم، بصوا في القلم اللي اداله ازاي. يعني الصفعه اللي اداله ازاي. هو رد الفعل كان اقوى من الفعل، الفعل برضو انه الراجل بيغني ومندمج، ويعني سعد قاعد يمسك فيه، اكيد مش بيفعص فيه بس بيمسك فيه، والراجل مندمج وبيغني، فبرضو ما كانش المفروض ده يحصل، ولكن رد الفعل كان اكبر من الفعل. بس سيادتك انا اتكلمت في الموضوع وقلت والله العظيم الكلام ده يعني على لسان الناس اللي كانت برضو موجوده في عرض. قالوا ان هو اتصور مع عمرو دياب ثلاث صور قبل كده، بالظبط ثلاثة قبل كده، بس اكيد بعد كده ما عملش كده اخر مرة. يعني اكيد اخر نفسي. مرة يعني اصل هو انا شفت الفيديو مليون مرة ومن اكتر من زاوية، هو كان مصر اصرار رهيب وعمرو بيغني. انا هقول لسيادتك السبب. هو لما قعد قبل ما يطلع البيت قال له ايه؟ قال له بعد اذنك انا عايز نفسي اتصور مع الفنانين كلهم. قال له لما اطلع فوق بقى فكرني. قال له انا من ابناء اسنا، قال له انا بحب اسنا وبحب الاقصر وهعمل عندكم حفله في الاقصر. بقول لك اتكلموا بكل يعني ايه ده مين ده؟ كان كلم مين؟ عمرو دياب اتكلم مع الشاب بكل ترحاب الاول، اول ما وقال له في الاخر قال له في نفس اليوم؟ ما هو بنفس اللحظه قبل ما يطلع الفرح، قبل ما يطلع سيادتك على البيست ويغني. يعني انت قصدك تقول ان هو كان واخد اذن من عمرو دياب قبل ما يطلع له؟
ايوه قال له ابقى فكرني. انا بقول سيادتك بالحرب وعلى مسؤوليتي والكلام ده عن والد. قال لي فكرني. فاحنا عندنا التفكير في الصعيد بيختلف. ده انا ممكن اصحى واحد اديله قالب على دماغه. يعني هو التفكير بتاعه انا فكرني. بس انت مش شايف ان سعد مفيش اي يعني غلط يعني غلط طبعا. انا قلت الغلط على فكره وكلنا يعني على فكره احنا كلنا ضد على فكره برضه في مساحه شخصيه للناس أيوة. وما نقتحمهاش والراجل بيشتغل وبيغني بيشتغل. لو اقتحمتها انا تضربني بالقبل؟ لا وبعدين هو رد الفعل زياده ولكن يعني إيه؟ احيانا ساعه القدر بيعمل نظر مش كده؟ يعمل بصر. اشكرك. انتوا طلبتوا مليار جنيه صحيح؟ يا فندم موضوع المليار ليه؟ المليار على فكره هل تعلم ما هو قيمه رسم المليار؟ ما قيمه المليار؟ مليون جنيه. نعم؟ قيمه رسم المليار مليون. مش فاهم. يا فندم 10% من قيمه رسم من القيمه. رسوم الدوله في المليار مليون. يعني معنى كده انتوا دفعتوا مليون؟ كل محامين قسنا مع بعض كتفوا وقالوا كلنا. الألم ده مش هممنا. يعني انتوا لميتوا مليون جنيه ودفعتوهم؟ سيادتك مدفوع سيادتك رسوم المليار مليون 10%. تمام. ده القانون مش يعني معنا. المحامين بتوع اسنا لموا مليون جنيه لموا دفعوا ممكن حد واحد ممكن نقيب يدفعها. سيادتك اسنا والاقصر بالنسبه للفلوس انتوا غنيه قوي بقى في اسنا. الحمد لله رب العالمين. انا اولا هناك نمتاز بالموز نمتاز بالقصب نمتاز حاجات كتير الاثار. احنا اساسا قاعدين على تل يعني احنا اساسا بيوتنا كلها على اثار في الاقصر واسنا. ده معناه ايه؟ مش عارفه يعني ايه يعني ايه بيوتنا على اثار يعني مش يعني متواجدين سعادتك يعني الناس بتوعنا كلهم الحمد لله رب العالمين. فمش محتاجين لحد ولا محتاجين لعمرو دياب ولا محتاجين. طيب. فعنا بندي رد فعل بنقول النهارده لو حد يعرف ليه دافعين مليار موضوع المليار عشان الرسوم القضائيه بتاعته اعلى. اشكرك دكتور حسين المطعني المحامي بالنقد. اذا مليون جنيه لموهم المحاميين بتوع اسنا عشان يدفعوهم رسوم القضية اللي رفعوها على عمرو دياب بيطالبوه بمليار جنيه. طيب